لنوصل لأبعد الحدود. نعم، خلينا نشوف محمد إذا جاهز للتقرير عند الشباب وصولكم، يعني هون عم نشوف وأنا وياك بنكمل هيك الحديث، يعني استقبال كيف كان شعورك امبارح؟ كنت تتوقعوا إنه تأهلتوا بس تتوقعوا هالاستقبال يصير هذا بالمطار امبارح مثل ما عم نشوف هون؟ والله كنا متوقعين أكثر من هيك، يعني صحيح إنه على القليل تكون منظمة شوي كانت، يعني لو كانت منظمة أكثر أكيد كان حيجي عالم أكثر، كان في دعوات أكثر، كان إجا مثلا مسؤولين أكثر، بس صارت يعني حسسونا إنه خسرنا فما ما تأهلنا. نعم. فهيدول اللي إجوا يعني رغم حبهم لإلنا ومش مثل عم تشوفوا يعني يعني مبسوطين كثير بنجوة المنتخب وتأهلوا، هيدول يعني بنخبى الجمهور الجميل يعني. يعني هذا الامر بيحصل بالمطار مش باستاد امبارح يعني. عم بقول لك هيدي لو منظم الاستقبال مثلا كانوا اخذونا على منطقة معينة كان في حشد جمهور كانوا استقبلونا بشيء مرتب كان في اكثر بعتقد كانت اجمل من هيدي الصورة يعني. نعم. برغم انه فينا نقول يعني ربما عذر كان امبارح هو المطر، يعني كان في امطار طقس ما سيء ابدا، بالرغم انه محمد لا عم نشوف انه اعداد كبيره كانت تنتظركم تحاول التقاط الصور لكم، يعني قديش هيك مهم هالشعور الوطني امبارح بكل اطياف وبكل مذاهبه ينتظرونكم، يعني شغله كبيره شعورك هيك سيدات رجال جميع العالم اللبناني يعني استعاد رونقه. هدول بحبوا لبنان. نعم. اكثر من نحن عم نخدم لبنان، بس هن بحبوا لبنان اكثر من ما نحن عم نخدم لبنان. كنت يعني عن جد بنوجه لهم تحيه كبيره لهدول العالم. توقع يجي يوم محمد تصير مثلا ما عم نشوف على الوجوه العلم اللبناني نوصل لهالمرحله، يعني كنا برشلونه ريال مدريد ونتخانق وهالامور بعدنا حتى نحن اللعيبه يعني بنضلنا نتخانق مع بعض انه برشلونه ريال كذا. قديش مسؤوليه كبيره عليكم هذا الامر انه تحافظوا عليه؟ والله بعدني عم بقول لك لازم نكون واقعيين اول شغله، لازم الجمهور يحطوا حالهم تحت الامر الواقع انه شو لبنان. نعم. ونحن ما حنبخل بنقطه عرق لنوصل باسم لبنان لاعلى المراحل. نعم. يعني هون مثل ما عم بشوف ايضا بعد عم نتابع على الصور خاصه امبارح وصول المنتخب اللبناني بالجميع، يعني اللي موجود بكل مذاهبه بكل طوائفه موجود بمطار رفيق الحريري الدولي ينتظرون مع العلم اللبناني. محمد يمكن معسكر قطر فاتكم اليوم، بدنا نرجع ايضا الى الدوري اللبناني، قديش شكل فارق بيكون بين انك تلعب بكنزة الفريق وقميص المنتخب؟ والله مش بس معسكر قطر فادنا للمنتخب، حتى الدوري اللبناني نعم هو مثل معسكر تاني لعيبة المنتخب وحتى للاعبين اللي بريت المنتخب ليعملوا اكثر ما عندهم لحتى يوصلوا للمنتخب اللي نحن واصلينه هلا. نعم. في لاعبين كثير بالدوري عم تعمل كل جهدها لتوصل للمنتخب، وقطر اكيد معسكر قطر كان منيح لنا، معسكر تمرين الصبح وتمرين بعد الظهر فادنا كثير يعني لنوصل للماتش. نعم يعني نحن عم نشوف الجميع عم يصرخ كل العالم اللبناني وشدوا الهم الهم قوي. قديش مهم انه نضلنا شادين الهم كمان. نعم. يعني جمهور هيدا الشغله يعني حلوه انه كلهم عم بيهتفوا باسم لبنان، بالرغم من انه انا بدي اقول شغله محمد انه نتمنى نحن هالجمهور، انا بدي اقولها ما يزعلوا مني ايضا، هالجمهور هالفئه بعض الفئه من الجمهور عن جد انه عم بيخربوا علينا، كل عرس لهم قرص يعني بيطلع بيخربوا علينا مثل هيك امور، امبارح الفئه صغيره فيه يقول انه نتمنى شوي نحن خلص بقى انه نحن عم نروح للعالميه، الجميع عم يتحدث فيكم بكل اللغات، هون عم نشوف الخروج الرسميين ايضا نواب وزراء اكرم شهيد موجه له تحيه، هذا كان موجود معكم النائب سامي جبي، النائب سيمون ابي رامي، النائب علي بزي، كانوا عندنا بالاوتيل يعني عملتوا طاوله حوار انتم امبارح. هي عادة يعني بيكون طاولة مستديرة على كرة المستديرة عم يجتمع حتى الأطفال، يعني قديش اليوم وهون إلك من سامر قصفي إلك تحية كثير كبيرة، امبارح وصاني إنه بحبك كثير أيضا، وصاني مخصيص بس عارف إنك حتكون ضيفنا هون اللحظة يلي أنا بدي أحكي عنها بس محمد، وهذه يمكن أنت ما دخلك فيها بس أنا بدي أحكي هون على شوفوا اللقطة هاي، شوفوا نحن هذا باب صالون الشرف، أربع عساكر على الباب اقتحموه فاتوا بالقوة بالمنيح وهرسوا كل العالم بطريقة.
يعني نتمنى ان لا تتكرر، نتمنى مثل ما قال الكابتن محمد الامور تنظم اكثر. هيدي القصد عنا، لما وصلنا على صالون الشرف كنا قاعدين بالصالون اجى خبر انه الجمهور حيقتحم الصالون. نعم. فطلب الاستاذ جهاد الشحف ابو فراس، طلب من زياد الصمد ومن عباس عطوه انه يظهروا، يبعد الجمهور شوي عن الباب حتى يقدر اللعيبه تظهر لنروح ناخذ الشناتي ويستقبلونا برا انه نعم. فريقه غير. برايك ما كانوا متحسبين انه وصول هالقد عدد كبير من الجمهور؟ هون عم نشوف ايضا لحظه خروج زياد الصمد، كان زعلان شيء زياد؟ حسب بالعكس بالعكس تماما، حسب ما عرفت كان مبسوط، حتى هو عباس حسن كانوا مبسوطين هون. يعني هلا شوف الفرحه على وجهه زياد. صح. يعني زياد الصمد اطيب انسان، اطيب انسان بالمنتخب. نعم. زياد الصمد قلبه كان مع الفريق. بس هون انا كنت عم بحاول انه اخذ منه تصريح لزياد، هو رفض يحكي للاعلام. رفض يحكي للاعلام لانه يمكن كان مشغول بشيء ثاني، او ما حسب انه ما جاء على باله، يعني مش انه شيء ثاني. لا بالعكس، زياد شاب محترم وكثير اخلاقه عالي جاد، انه تايب وكير عم بيعطينا اشياء يعني عم توصل. نعم. من اوروبا على لبنان. وهون عم نشغل هذا تايب وكير، يعني اكل نصيبه من الجمهور اللبناني يلي حاولوا يحملوه، قديش صار رمز لنا كلبنانيين ايضا المدرب تايب وكير. يعني حتى يعني عم نشوف هذا ما فينا نقول نحن بالنهايه عاطفيين، جمهور عاطفي. يعني بنقدر حبكم لتايب وكير.